والثلث فرض الأم حيث لا ولد، عدم الفرع الوارث. نعم. ولا من الإخوة جمع ذو عدد، أي جمع من الإخوة، أشقاء لأب لأم مختلفين، ذكور إناث، قال أي جمع تنزل الأم من الثلث إلى السدس. نعم. كاثنين أو ثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث. نعم. ولا ابن ابن معها أو بنته، هذا فرع وارث، ففرضها الثلث كما بينته. نعم، عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراوين أو العمريتين، وسيذكرها. نعم. وإن يكن زوج وأم وأب، هذه المسألة الأولى، العمرية الأولى، زوج أم أب ستة، ثلاثة واحد اثنين للأب، مفهوم؟ ثلاثة للزوج النصف، واحد للأم واثنين للأب، هذا المسألة الأولى. الثانية زوجة وأم وأب من أربعة، واحد واحد والأب اثنين، مفهوم؟ نعم. وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. نعم، تأخذ ثلث الباقي، الزوج يأخذ ثلاثة من ستة، بقي في الستة ثلاثة، ثلث الثلاثة واحد، والأب يأخذ الباقي. نعم. وهكذا مع زوجة فصاعدا، وهكذا مع زوجة فصاعدا، زوجة فأكثر إلى أربعة، مع أم وأب من أربعة، واحد واحد والأب اثنين، فلا تكن عن العلوم راقدة قاعدة، انتبه لا تكسل، هذا علم، دخول جنة، ميراث النبوة. نعم. وهكذا يعني ما حد ينام يا أخواننا عندنا، انتبه. نعم. وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدة. نعم. وهو لاثنين أو ثنتين، انتهى الآن من الأم، جمع من الإخوة لأم، ذكور إناث مختلفين. نعم. وهو لاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير ميل، ولد الأم أخ أو أخت لأم، لكن هنا جمع من الإخوة لأم. نعم. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواهم زادوا، جمع اثنان فأكثر، لو يقول يصلوا مليون هذا فرضهم. نعم، ما يصلوا طبعا مليون. نعم. ويستوي الإناث والذكور فيه، إذن هذا فرق، يستوي الإناث والذكور فيه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فهم شركاء في الثلث، والتشريك يستلزم التسوية، خالفوا الفرائض، خالفوا القاعدة، هنا الذكر كالأنثى. نعم. ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. نعم، آية القرآن. نعم.